عنه وعن أخيه. أولا يعني الأضحية السنة ليست واجبة، فالإنسان لا يشق عنه، إذا كان ما يملك تسقط عنه، حتى الذي يملك تسقط عنه. يعني الأضحية ليست واجبة، بعض الناس يتسلف عشان يضحي، يجتهد عشان لا يضحي، الحمد لله. وإذاك نقل عن أبي بكر وعمر ما كان يضحيان، يعني الأمر سهل، يعني لا يشق الإنسان على نفسه أنه لازم أضحي ويجعلها هما وكذا. الحمد لله الدين يسر له الحمد والمنة. فإذا كان الإنسان لا يملك خلاص انتهى الأمر، بل حتى لو كان يملك وما ضحى يعني ليس آثما، فالأمر فيه سعة، فله أن يضحي ويشرك أخوته أخاه معه، ما في معنى.